القانون هذا اللي صدر نهار 17 أوت 2017 فيه فيما يخص القضاء على العنف ضد النساء في جانب الوقاية اللي كان ماهوش موجود جملة. جانب الوقاية فيه تكوين كل المتدخلين في مجال العنف من قضاة، شرطة، مدرسين كذلك. فيه تربية الناشئة على حقوق الإنسان، على المساواة، على نبذ العنف، هذا الكل ما كانش موجود. على الأعلام زادة، يجبر الأعلام باش ما يشرعش للعنف، باش ما يوريش صورة نمطية للمرأة. فيه جانب الإحاطة بالضحايا، معناتها إنشاء مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف، مراكز إنصات وتوجيه للنساء ضحايا العنف، وهذا ما كانش موجود. يعني الدولة ما كانتش معناتها مهتمة مسألة العنف. كان فما مراكز إنصات وتوجيه للنساء ضحايا العنف، أما كان المجتمع المدني هو اللي كون المراكز هذه. مراكز الإيواء كذلك كان معناتها المجتمع المدني هو اللي كان له المسألة هذه. توا الدولة معناتها تكفلت باش هي تعمل تكون مراكز إنصات ومراكز إيواء. حقوق الضحية، الحق في العلاج، الحق في التوجيه القانوني، الحقوق هذه زادة ما كانتش موجودة. كذلك فما قضاة مختصين في مجال العنف، هذا ما كانش موجود. فما شرطة مختصة في مجال العنف ضد النساء، هذا ما هوش موجود. فما عدة أشياء ما كانتش موجودة. واجب الإبلاغ بالعنف اللي هو ما هوش موجود كان على القصر الأولاد الصغار، وهذا هام. دونك فما عدة أشياء حتى من ناحية التجريم تغيرت المجلة الجزائية. الاغتصاب كان اغتصاب نساء، المجال متاعه توسع حتى للرجال، معناتها يتطبق الاغتصاب على الرجال وعلى النساء. لأول مرة المجلة الجزائية تسمي جريمة سفاح القربة لانسيست. كذلك في مجال العنف الزوجي وقع توسيع مجال العنف الزوجي. قبل كان الزوج ينجم يتعاقب، تو الطليق زاد ينجم يتعاقب. الخطيب والخطيب السابق في العنف الزوجي، زادوا كذلك العنف المعنوي. رفعوا في سن إمكانية الإدلاء لو كونسنتمون، لا بوسيبيليتي دو كونسنتمون. رفعوا السن، كان 13 سنة توا ولا 16 سنة. دونك فما عدة أشياء جديدة وملات معناتها فراغ كبير في مجال العنف المسلط على النساء. القانون ما يشيرش على معناتها الأعضاء المرصد، واحنا نطالبوا باش نكونوا موجودين في المرصد هذا، يعني يكون المجتمع المدني ممثل في المرصد هذا. والدور نتاعو هو يلزم يعمل إحصائيات، يلزم يعمل دراسات، يلزم يقدم كل عام تقرير في مجال العنف باش نشوفوا وين وصلنا معناتها في تطبيق القانون الجديد. المصطلح هذا النوع الاجتماعي ماهوش مفهوم. أنا كنت تخرج للشارع توا وتسأل العباد شنو النوع الاجتماعي، حتى حد ما يعرف شنو النوع الاجتماعي. دونك ترفض على خاطره غامض، ماهوش معناتها دقيق بما فيه الكفاية. وتعرف معناتها اللي ضد
مقاربة النوع الاجتماعي، قالوا هذا باش يؤدي إلى الاعتراف بالمثلية وبزواج المثليين، اللي هو ماهوش صحيح. وقع تعويض مصطلح النوع الاجتماعي بالتمييز بين النساء والرجال، اللي هو حسب رأيي دو توت لي مانيير أوضح. أما مقاربة النوع الاجتماعي معناتها كي باش تعمل باش تكون القضاة ولا باش تكون الشرطة ولا باش تكون المتدخلين بصفة عامة، المقاربة هذه لازمة، يعني لازم العباد تفهم هي شنو هي المقاربة. مقاربة النوع الاجتماعي يعني تفسر كيفاش نساء تتعنف على خاطرها امرأة. وزارة الشؤون الدينية كان هذا موجود في المشروع وإحنا وافقنا على هذا، دورها هامي عندها في الجوامع، ما يلزمهاش معناتها تشرع للعنف، ما يلزمهاش تعطي صورة نمطية للنساء، معناتها في الجامعة معناتها ينجم يربي العباد في مسألة المساواة ونبذ العنف، ودورهم هام، هذا دورهم، معناتها دورهم في الجوامع، معناتها ما يلزمش خطاب الجمعة يشرع العنف على المسلط على النساء. القانون توا يجبر الشرطة باش تسجل الشكايات، وإذا الشرطة ما تسجلش الشكايات فما عقوبة جزائية، خطية، فما خطية إذا ما يسجلش الشكاية، وهذا هام في القانون باش يبدل معناتها الممارسات اللي نعرفوها، خاطر احنا في المراكز نتاعنا نساء الكل كي يجيونا يقولوا راني شكيت مرة مرتين ثلاثة ما يسجلوش، ولا الشرطة تقول لي لا ما تحبش معناتها ترفض باش تسجل، وإلا ما تتبعش من بعد. والمسألة هذه معناتها القانون تصدي لها، يظهر لي بما فيه الكفاية. هذا مشكل كبير، ما فماش ميزانية، وطلبنا احنا في القراءة النقدية اللي عملناها طلبنا باش في القانون فما الإشارة على مسألة الميزانية، خاطر هي بلاش ميزانية ما تنجم تعمل حتى شيء. القانون يقول حاجة هامة اللي في التعليم الثانوي والتعليم في الكلية معناتها التعليم العالي يلزم نبدلوا البرامج المدرسية، يلزم برامج أكثر معناتها برامج على حقوق الإنسان، برامج فيما يخص المساواة بين النساء والرجال، في مسألة نبذ العنف، هذا الكل ما صارش، يعني ما بدلوش البرامج. ممكن مفروض معناتها من السنة معناتها من سبتمبر وقت اللي دخلوا الأولاد للمكاتب ولا للكليات مفروض راهو البرامج تبدلت ودخلوا معناتها برامج تم مسألة العنف المسلط على النساء. قانون القضاء على العنف يمنع كل أشكال التمييز، يعتبر التمييز هو عنف. إذا القانون يمنع التمييز يعني يلزم نراجعه القوانين التمييزية الكل بما فيها قوانين الأحوال الشخصية، لذلك هذا الكل هذه خدمتنا توا معناتها باش نطلب ملائمة القوانين بالدستور، يعني باش يقع إلغاء كل القوانين التمييزية. ما زالت الخدمة، ما يصدر القانون الخدمة ما وفيتش، بل هي بديت. قوانين اللي لغات التمييز بين المرأة والرجل سواء في تونس وإلا حتى في الغرب بدات dans les années 60 50، le droit de vote des femmes بدات dans les années 40 50
57 في تونس. دونك مازال معناتها لو سيستيم باترياركال مازال قوي، مازال قوي وماهوش معناتها باش نجمو معناتها نهدوه، خاطر فريمون سي اون فيريتابل فورتريس. يلزم وقت.